بدأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، حيث اطلع سيادته على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي، خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد. مشروع تطوير محيط شيراتون فندق في النقطة تقاطع الأوتوستراد مع شارع عبد الحميد بدوي فندق. تم تنفيذ فندم المشروع فندم عبارة عن 13 كيلو و250 أطوال طرق وتطوير ما بين إنشاء جديد فندم وبين تطوير وتعريض الطريق فندم اللي يصل إلى 8 حارة مرورية في بعض الأماكن فندم بواقع 16 حارة مرورية. أحد أهم الطرق فندم اللي احنا تم تنفيذها تقاطع عبد الحميد بدوي مع طريق الأوتوستراد. المنطقة دي فندم كانت بتسبب اختناق مروري. تم تنفيذ عدد 2 كوبري دوران للخلف للقادم من عبد الحميد بدوي رجوعا الى شارع عبد الحميد بدوي ثم محور جوزيف تيتو، والاتجاه العكسي فندم القادم من مدينه نصر للعوده الى مدينه نصر فندم بدون اي تقاطعات سطحيه فندم. تم تنفيذ فندم الطريق للتطوير طريق الاوتوستراد بطول كيلو 700 جاري فندم رفع مساحي لتطوير ما تبقى من طريق الاوتوستراد وصولا الى طريق ابو غزاله، وزي ما سيادتك امرت فندم جاري رفع مساحي ودراسه تطوير شارع الملتقى العربي ليصل الى طريق الاوتوستراد برضو فندم بعد انتهاء الصينيه زي ما سيادتك قلت قبل كده فندم وصولا الى الاوتوستراد. تم تطوير فندم محور المشير احمد اسماعيل بطول 2 كيلو و200 من تقاطعه مع صلاح سالم فندم وصولا الى طريق الاوتوستراد اللي عشان يخدم فندم على طريق السويس عبر طريق الصاعقه فندم. تم تطوير فندم شارع الشهيد سيد زكريا بطول كيلو 600 وتم تنفيذ فندم اماكن انتظار للانشاء مكتظ بالاماكن التجاريه والسكان، فتم تنفيذ فندم اماكن انتظار على المائل في الجزيره الوسطى فندم. تم تنفيذ فندم عدد 2 وصله عرضيه للربط بين شارع عبد الحميد بدوي وشارع الشهيد سيد زكريا زي شارع الحسن فندم بطول 400 متر او شارع النصر فندم بطول 500 متر. جاري دراسه فندم تطوير عدد 2 طريق عرضي اخر شارع خالد بن الوليد وشارع الموازي لشارع انقره فندم. شارع انقره فندم بطول حوالي 2 كيلو 400 جاري دراسه فندم تطوير الشارع الموازي ليه مساتك امرت قبل كده دراسته اللي من حيث المرافق فندم والتخطيط فندم. تم تنفيذ فندم رفع كفاءه شبكات المرافق في نطاق محيط شيراتون فندم باجمالي 35 كيلو خطوط ميه مع تنفيذ فندم خط صرف صحي لصرف الامطار في الكيلو 700 بتوع شارع الاوتوستراد فندم، لان هنا ما كانش فيه فندم اي خطوط صرف مطر خالص، فتم تنفيذ خط شبكه الصرف الصحي تم نفذ كيلو 700 خط صرف صحي لخدمه الكيانات المستقبليه او لصرف المطر فندم اللي هيبقى موجود هنا ان شاء الله. تم تنفيذ فندم الاعمال اللاندسكيب في نطاق التبة في نهايه شارع عبد الحميد بدوي زي ما سيادتك امرت او جاري تنفيذ فندم تنفذ جزء وجاي تنفيذ الجزء الاخر فندم. تم تنفيذ عدد 2 وصله عرضيه بطول 2 قصدك الحمايه اي فندم الحمايه واللاندسكيب بعديها فندم الحمايه جاري تنفيذها واللاندسكيب بتنفذ منها جزء وجاي تنفيذ الباقي فندم. 2 وصله عرضيه للربط ما بين شارع عبد الحميد بدوي والاوتوستراد عند كوبري الصاعقه فندم بطول 200 متر تم تنفيذهم بالكامل يا فندم. بص يا محمد عموما يا فندم الشارع ده تمام سيادتك دي حديقه تمام سيادتك قدامها شارع وشارع تمام سيادتك ودي حديقه قدامها شارع وشارع تمام سيادتك لو سمحت دول اربعه هنا اربعه هنا اربعه هنا تمام سيادتك يتعملوا اوامر فندم نفس الكلام لهنا مفيش مكان لسه يمشي فيه اوامر فندم ادي حاجه. الحاجه الثانيه انتوا عملتوا الشارع حتى بتاع عبد الحميد بدوي اللي احنا مشينا عليه تمام سيادتك انا فوجئت ان الرصيف الجنب اليمين كله عايز رفع كفاته طب ما تعملوه تمام سيادتك لما عملنا شارع نخرج منه من اوله لاخره بحيث ان انا اخرج من الشارع ده ايه يمين وشمال والصفه بتاعته كله خلصان مره واحده بقى اوامر فندم شاكرين. كما التقى سيادته بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم اثناء الجوله. تكشف المعرض وعلمنا وتبع الرئيسنا طول العمر وانت طيب وانصرك ويفاديك. انا عندي 63 سنه ربنا يديك الصحه عايزه تركيب عيني وفي رجلي 25 مسمار عيني ما خدتش ولا عربيه طبعا معوقين وعليا وعليا تفضل وري الباشا وعليا ايجار ايجار للشقه يا ريتك تخلص لي ايجار لان دي مش باسم الشقه انا شارياها من ابويا السيد
ده العنوان بتاعي في الشارع. قال ايه تاني؟ وسلامتك انت حبيبنا ومالنا سلامتك وطول عمري ان انا نفسي اشوفك. وانا سعيد بمشي بمشي الله يرضيك طبعا. الله يبارك الله يكفيك شر المرة. مش عايزه حاجه تانية؟ عايزاك تخلص لي ايجار الشقه كل اللي انت عايزاه، وعايزاك تعمل لي عيني وتجيب لي حراميه مش بقدر امشي. اصور معاك بقى شر المرة. ما احنا مصورين اهو. صورنا السلام عليكم.